ايضا ينضم الينا سياده النائب عبد الحميد مرتاش عضو لجنه الزراعه. سياده النائب يعني اهلا بيك. هل احنا بنتكلم فعلا انه تم تثبيت سعر 700 جنيه؟ وصلتوا فين يا فندم مع اللجنه في مساله التسعير مع الفلاحين؟ لا يا فندم، احنا لسه ما وصلناش على حل. هو اللجنه فعلا كانت اثارت هذا الموضوع، وجود مسؤولين في وزاره الزراعه واخرين يعني، والمصانع السكر وكده، وبعض النواب طلبوا، اللي هم النواب الصعيد اللي هم بيزرعوا سكر الحقيقه، في طلبوا يعني في طبعا 1000. انا طبعا شايف ان 1000 ده كتير شويه، او وفي ناس طلبوا 350، وفي ناس طلبوا 300. لكن الحقيقه انا برضو حته ان انا الحكومه، انا سمعت كان العوام بيقول لي ان هو الحكومه اتفقت على 700. انا الحقيقه ما اعرفش الحكومه بتحسبها على اي اساس، يعني ليه مش 700، ليه مش 750؟ هل هم حسبوا تكلفه الفلاح الحقيقيه حسب الانتاجيه بتاعته، للفدان جابت قد ايه ومصاريفه قد ايه عشان يقدروا يحسبوا قد ايه؟ اصل لازم يبقى فيها مش نفع الفلاح. عايزين نتفق على هذا الكلام. يعني مفيش ما تقدريش انك انت تقولي على اسعار، طبعا اكيد هتبقى فيها. هل لديكم يا فندم كلجنه سعر مختلف عن السعر المقترح من قبل الحكومه؟ يعني 700 جنيه ده سعر مقترح، لسه ما فيش اي نوع من انواع الكلام انه ده تم تثبيته، ولكن هل لديكم مقترحات بسعر مختلف؟ ما يا فندم، المقترحات اللي هو قدموها بناء على يعني الحقيقه التكاليف اللي هي حسبوها الجماعه اللي هم الفلاحين اللي في الصعيد، ودي التكلفه اللي اعتقد لا تقل عن 750 800. لكن هي لازم تتحسب حساب جيد جدا مع الحكومه، لازم لجنه تتكون وتشوف ايه التكلفه الحقيقيه. وبعدين حضرتك لابد من اول حاجه عمليه ان انا اشوف يعني اصناف جديده من القصب تدي للفلاح انتاجيه احسن. عمليه طريقه الجمع اللي هي تكلفه اكبر تكلفه للفلاح هي جمع المحصول. لابد ان هل هي نجيب ميكنه عشان نساعد الفلاح، لان دي بيقولوا 30% من التكلفه بتبقى، او 30% او اكتر شويه على الجمع. خطوره يا فندم ان احنا نزود السعر، لانه بالتالي الحكومه اللي هتتحمل هذا الفارق، الى اي مدى دي مساله صعبه او خطيره؟ يا فندم اصل هي ارقام، لازم الارقام تبقى قدام الواحد عشان تقدري تقولي دي الموازنه هتتحمل كام في زياده سعر 700 او زياده سعر 750. يعني احنا بنتكلم كلام دايما اللي هو لا ده كتير لا ده قليل، لكن مفيش تكلفه واضحه سواء للمصانع اللي هي بتصنع او للفلاح. يقول لنا اخواننا في فلاح يقول لك انا بجيب 40 طن، في فلاح يقول لك 35 طن متوسط. طيب ايه هي المصاريف الحقيقيه ليها؟ دي اللي لازم تحسب، ولازم الحكومه اللي هي تفكر فيها وتحسبها بطريقه يعني معقوله وعادله للفلاح. انا ماليش دعوه بقى يا فندم بالمصانع، يعني المصانع دي هي ممكن قد تكون المصانع دي تكلفتها عاليه لزياده على العماله، قد يكون سوء الاداره، قد يكون حاجات كتيره جدا، لكن هي التكلفه قد ايه؟ طب وصلتم لفين يا سياده النائب؟ يعني هل احنا بنتكلم عن انفراجه قريبه؟ هل في تقريب لوجهات النظر بينكم وبين الفلاحين وبين الحكومه لوضع السعر؟ وكان معايا نقيب الفلاحين وقال ان الفلاحين بالفعل وردوا القصب، هل ده حقيقي؟ او يعني هل وصلت لكم معلومات بسبب بذلك؟ أي كان وردوه او ما لم يتم توريده، احنا بنتكلم في مبادئ معينه لابد من حلها. في رئيس لجنه الزراعه يعني هو من الصعيد وبيزرع قصب وعارف التفاصيل كلها، فلابد اعتقد ان هم يكونوا لازم الحكومه تقعد مع المجموعه بتاعه القصب اللي هي بتزرع، والراجل بتاع مديريه الزراعه اللي هي في المحافظات بتزرع قصب، ونشوف التكلفه ايه يا فندم. هي هل هي 1000 فعلا، او ال 1000 ده هيحقق هامش ليهم ربح، ولا ال 700 هيحقق هامش ليهم ربح؟ كل هذه التفاصيل لابد انها تتعامل بشكل معين. لكن انا مش عايز اقول الحكومه طلعت من 600 ل 700 وانتهت القصه على كده، مش عارف اسمها انتهت القصه على كده. يعني الاسعار حتى لو اسعار الخارجيه ارخص زي ما ناس كتير بتقول، هي ارخص النهارده يعني بكره ولا السنه الجايه هتبقى برضو ارخص، هتبقى طول عمرها ارخص. ما هو برضه لازم نحافظ على المنتج المحلي اللي عندنا. نحافظ على المنتج المحلي يا فندم، بس مش على حساب المواطن، لان انت بتتكلم مستورد ارخص بسعر مش قليل، وتقريبا مفيش فرق في الجوده. لا طب هنفترض ان السنه الجايه هيبقى اغلى كتير. طب نتكلم على السنه الجايه ليه يا فندم؟ نتكلم على السنه دي نخلص مشكله السنه. لا طب بقول لك يعني خلاص بقى، اصل انت لازم تدي هامش ربح الفلاح، سواء الحكومه تتحمل الفرق
لكن ما فيش حد بيعتمد او بيبني اسعار على اساس ان النهارده السعر ارخص. انا ما بقولش حاجه ان المستهلك لازم يستفيد، المستهلك هو الحقيقه في الاخر اللي بيعاني كل حاجه، لكن برضه الفلاح مش ما فلاح برضه بيعاني. الفلاح اذا ما غطاش التكلفه بتاعته او ما حققش هامش الربح بتاعه مش هيزرع. فيعني عمليه عايزه يعني انا هكلم بقى طبعا رئيس اللجنه، وممكن تتصلي برئيس اللجنه الحقيقه في الشباب الشقيني، وهو لا عنده ادعاء بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيادة نائب عبد الحميد دمرداش عضو لجنة الزراعة.